فجرت صحيفة إسبريس المغربية مفاجأة مدوية باتهامها لاعبي شباب بلوزداد بالقيام بتصرفات غير أخلاقية خلال تربص المغرب. الصحيفة المغربية قالت أن طلاب جامعة الأخوين المغربية اشتكوا من أعضاء البعثة الجزائرية بسبب تحرشهم ومضايقتهم للطلبة، إضافة إلى ترويجهم للمخدرات، وهو الخبر الذي تناقلته العديد من المواقع العربية. وحسب الصحيفة ذاتها فإن الطلبة المغاربة اشتكوا لمسؤولي الجامعة الذين وعدوهم بالتعامل بحزم مع هذا الموضوع. موفد قناة الهداف إلى المغرب تحدث مع إدارة شباب بلوزداد بشأن الموضوع الذي نافته جملة وتفصيلا، مؤكدة أن هذا كلام لا أساس له من الصحة. On n'a jamais vu un comportement année qui nous laisse douter de leur intégrité. Subhanallah, c'est pas possible. En plus, là, on est très bien accueillis, la direction du centre met tout à notre disposition. On a une très très bonne relation. À aucun moment, la direction s'est plainte du comportement de la délégation. Sincèrement, on est surpris de nous renions tout ce qu'il dit. Nous déclarons que nous sommes loin de ce comportement.